الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين. موضوع الليلة: الشيخ ابن عربي يؤكد أن جبل قاف في تونس، ويذكر الأشهب قيس سعيد بصلاح تونس. بحكمة يحكم الحكيم حتى يراه الغير حكيم ظلم عظيم، حتى إذا عرف السبب بطل العجب، ويتحول الرأي العديم إلى ثناء طويل حمدا وشكرا لأمر الحكيم. فالله هو مدير الأرض الفعلي، يقدر ما يشاء وما يريد. الفاعل يبقى خلقه من الأشرار أو الأبرار، إذ كل منهم منوط باختصاصه. وما أخفى الله الأرض المقدسة، وترك مكر الفجار ينزل عليها إلا لأنه سينتقم لها وسيحييها بعد وأدها، فتقوم من جديد عروسا رغم الذين مكروا بها، فيحرمهم من شذا حقيقة الحياة فيها، بعد أن يحولها إلى جنة عدن دائمة الحياة والقضاء والعهد الأبدي الذي لن يخلف بين الله وأحبائه الذين ميزهم عن خلقه واختارهم عبر الأزمان من كل أمة ليكونوا جنده المقربين. وقالت اليهود: ليست النصارى على شيء. وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اليهود كفروا النصارى، والنصارى كذلك كفروا اليهود، وقالوا إنهم ليسوا على شيء، وأيضا قال اليهود: ليست النصارى على شيء. كذلك قال الأميين العرب أن اليهود ليسوا على شيء والنصارى ليسوا على شيء، يعني وهم يتلون الكتاب. الكتاب سواء كان التوراة أو الإنجيل أو القرآن، يأمروا بأن المسلم المؤمنين سواء كانوا يهود أو نصارى أو مسلمين هم إخوة. والله تبارك وتعالى ما ميز بين المؤمنين أبدا. والله وهؤلاء لما كفروا بكتب الله تركوا الأرض المقدسة، لا بل صدوا عن سبيل الله وصدوا عنها، وهم من وأدوها وهي حية. نعم، اليهود سعوا في خرابها، وهم من خربوا الهيكل وأنسوه الناس ليضلوا عنه المسيحيين ثم المسلمين، وما أضلوا إلا أنفسهم، فهم الآن يتمرغون في أرض بابل ويدعون أنها مقدسة وهي أرض الأعداء. فكل الأمم سعوا إلى خراب الأرض المقدسة، وقد قال الله: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. يعني كان للمشرق دور، وآن للمغرب دور، بقبلة المغرب التي هي ترشيش تونس. يقول الشيخ ابن عربي: فالكنانة مصونة وأسرارها مكنونة، كلما طرقها طارق أو قصدها مارق رمي بشهاب ثاقب من رب المشارق والمغارب، لأن عمدها قائمة وإمداداتها دائمة، وهي الربوة المباركة التي لا تقبل المشاركة. قد أحاط بها جبل قاف
من جميع الأطراف، قاف محيط بالأكناف، فهي عالي الذرة لتربية أمجاد الورى، سيفشو أمره ويذاع خبره، خبره ترقبه في جوف الكنانة، وهو محيط بها لكن ميقاته السين لكمال التعيين. نفسر ماذا قال الشيخ ابن عربي. فالكنانة، ما معنى الكنانة؟ هي هي مكان توضع فيه السهام، كنانة. فالكنانة وكنانة الله أخفاها على الناس، أخفى فيها بقية الله، سواء التابوت المقدس أو الأرض المقدسة نفسها، أخفاها عن العالم. وتعرف أرض الكنانة لأنه ثمة من يقول أن مصر هي الأرض، هي أرض الكنانة. الأرض، أرض الكنانة تعرف بجبل قاف، بالأرض المقدسة، بالمسجد الأقصى الذي بناه سليمان، وهي منتهى إسرار رسول الله محمد عليه وآله الصلاة والسلام. فأرض الكنانة أسرارها مكنونة، هي الأسرار التي في أرض الكنانة هي القدس وشعائر الله وشعائر الحج الإسلامي التي شملت كل مقدسات اليهود والمسيحيين. ما كلما أراد بتونس أمرا أو ضرا إلا ورمي بشهاب ثاقب من الله، لأن الأرض المقدسة هي أرض الله، هو الذي يدافع عنها. يقول في التوراة: من يمسكم يمس قدحة عينه. كل من يمس تونس فقد طمس عينه. وإمداداتها دائمة، قال إن عمدها قائمة، وعمد السماء هو صراط الله المستقيم الذي هو صراط المعراج الذي تنزل فيه عبره الملائكة والروح. وإمداداتها قائمة، هي تلك الإمدادات، كل الروح تنزل عبر الصراط المستقيم إلى الأرض المباركة، هي، وقال هي الربوة المباركة. كيف يقول ربوة؟ لأنها أعلى مكان في الكرة الأرضية، المكان الذي لم يبلغه الطوفان. قال إنها الربوة المباركة، وهي الزيتون المباركة بين المشرق والمغرب، يعني الأرض التي بارك الله فيها للعالمين، التي لا تقبل المشاركة، ليس كمثلها أرض، لأن الله أخصها لنفسه. قد أحاط بها جبل قاف، كل تونسي يقف ويرفع رأسه إلى السماء فقد رفع رأسه إلى جبل قاف، لأنه سنام تونس، لأنه أعلى مكان في تونس، فالسماء فوق جبل قاف. هكذا نعرف أن جبل قاف هو تاج تونس، تاج الكنانة. من جميع الأطراف، قاف محيط بالأكناف، فهو عالي الذرة لتربية أمجاد الورى، سيظهر، قال أنه سيظهر أمره ويذاع خبره، ترقبه، بيّن مكانه أنه في جوف الكنانة، يعني في قلب تونس، يعني هو في الوسط الغربي، وهو محيط بها لكن ميقاته السين لا يظهر إلا متى يكون رئيس تونس يحمل اسمه حرف السين. مخطوطة أيضا نادرة لمحي الدين بن عربي الكبريت الأحمر، نصوص في كتاب الإخفاء لحين ظهور الأسماء. وينزل بأرض الكنانة السكينة بعد النصب، وتحل الراحة بعد التعب، وتزامن ذلك بقدوم الشهب. من هو الشهب؟ هو الأشهب، يعني كلمة الأشهب تقال للذي خالط بياض شعره وسواد. الأشهب يعني نقول نحن الأبيض، هو أشهب،
حتى الأشهب، يعني نقولوا أشهب كلمة تعرف في شمال أفريقيا، نقولها لكل أصهب، أصهب أشهب وكيف لا، وهو للمنصب مطلوب وفي الناس صار محبوب بعد أن كان غير مرغوب فيه، وللناس صار محبوب، عدوه صار مغلوب، والذين حاربوه غلبهم الله. فقد استقرت الأمور بعد كشف المستور، وها ظهر النور. فتستقر تونس بعد كشف المستور، نعم، وظهور النور الذي يكشف أن تونس هي الأرض المقدسة من بعرة شنهار العرب. فترضى النفوس، نفوس الشعب بهم بعد علو شأنهم وصدق عزمهم في حمل الأمانة وتسليمها ومعرفة الحقيقة وتعليمها، تذل لهم الصعاب ويصعد أعلى الهضاب. وأعلى الهضاب هو أيضا أعلى جبال تونس الذي هو جبل إشعياء النبي الشعامبي. ويعود الأمن الذي غاب فينتشر بين الخلق عدلهم ويكشف النقاب عن سر أمرهم، وهذا الأمر فيه تعطيل لحكمة تخفى عن العقل العليل. هذا التعطيل الذي كنا نتحدث عنه، لأن الله لم يظهر الأرض المقدسة إلا في وقتها 1400 سنة، ونحن نؤمن بالقرآن ونقرأ القرآن، لكن لم يظهر أحد إلا قليل من علماء الصوفية الذين بيّنوا أن الأرض المقدسة في تونس. لحكمة تخفى عن العقل العليل، فهذه المرة ليس بها ترتيب إلا لمن يطلب ويستجيب. وقد بيّن ابن عربي مكان ظهور الأرض المقدسة في تونس بأنها القبلة الزوراء بأعلى جبال الشعياء، بأعلى جبالها جبل الشعياء النبي، وهو جبل لديه 7 طوابق. وهذه الصورة تؤكد ذلك، لأنها توجد في كل طابق من طوابقه 7 كعلامة يعرف بها الزائر رقم الطابق الذي هو فيه. نادي فاسمع كل طالب حكمة يطوي بها بشملة وجناء، طي الذي يرجو لقاء مراده فيجوب كل مفازة بيدة، يا راحلا يقص المهامة قاصدا نحوي ليلحق رتبة السمراء، قل الذي تلقاه من شجرائي عني مقالة أنصح النصحاء، واعلم بأنك خاسر في حيرة لما جهلت رسالتي وندائي، إن الذي لازلت أطلب شخصه ألفيته بالربوة الخضراء، البلدة الزهراء بلدة تونس الزهرة الخضرة المزدانة الغراء، بمحله الأسنى المقدس تربة بحلوله ذي القبلة الزوراء. بمحله الأسنى يعني بجبله الأعلى، المقدس تربة يعني الأرض المقدسة بين بيت سارة وبيت هاجر، بحلوله ذي القبلة الزوراء القبلة البعيدة. وهذا كافي لتتبين أن الحقيقة قد طمست، وأن تونس كما قال عمر ابن الخطاب أنها إفريقية مفرقة آلية غادرة مغدور بها، مغدور بها، مغدور بها. كل الأمم، يعني كل الأمم كادوا لتونس كي تطمس قداستها ويفوزون هم بمكة وفلسطين. هذه هي الحقيقة التي أخفيت عن العالم، سواء اليهود أو المسيحيين أو المسلمين. وهذا الأمر يهمنا جميعا، سواء كنا يهود أو مسيحيين أو مسلمين، لأن الله لا يعبد إلا في قدسه، فمن آمن بالله عليه أن يخرج إلى قدسه كما خرج إليه جميع الأنبياء والمرسلين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.